مشروع منفصل بتديره وزارة الاقتصاد الرقمي اسمه مشروع الشباب والتكنولوجيا والوظائف. احنا في بيننا وبين البنك الدولي وقع اتفاقية ب 200 مليون دولار لمشروع اسمه الشباب والتكنولوجيا والوظائف بتديره وزارة الاقتصاد الرقمي. هذا المشروع منقسم إلى مجموعة من المحاور بتهدف بشكل أساسي لتطوير المهارات والتوظيف بنفس الوقت، إلى جانب طبعا دعم مشاريع التحول الرقمي. محور من المحاور هو محور تنمية المهارات، وهذا المحور بنقسم لجزئين، جزء خاص بوزارة التربية والتعليم والجامعات، منهاج مهارات رقمية من الصف السابع لصف 12 سيطرح عطاؤه قريبا لتنفيذه بما فيه تدريب المعلمين على تدريس المهارات الرقمية. وفي محور سد الفجوة ما بين العرض والطلب، ما يحتاجه القطاع الخاص للتوظيف، بتم عقد برامج تدريبية خاصة بالشباب الخريجين لموائمتهم مع هذا الطلب بحيث يتم خلق فرص عمل مناسبة لهم. كثير من الشركات اللي بتعمل في مجال الإسناد المحلي أو بتقدم خدمات كطرف ثالث بيقول لك أنا بدي شباب مدربين، يعني إحدى الشركات العالمية العاملة بالأردن قال لك أنا أعطيني الخريجين بلغة إنجليزية جيدة أنا بأخذ عدد